يعني كله يخلع وانا البس؟ البس عشان خارجين. عبد الحميد مش كل هزار كده، انت ما تعرفش حالتي عامله ازاي. حالتي وعمتي؟ عبد الحميد اقسم بالله انا ممكن اكل زورك دلوقتي. اتصل بيه. انا كلمته 100 مره ما بردش على المحمول. محمول المليجي. يا جدع خلي عندك ده، ما بقول لك انا في ورطه. ورطه الجزائريه. يلعن ابو امك كرتون الفضه اللي انت ضاربها على الريش. حلو يلا عجبتك يلا. اعمل في امك ايه؟ اعمل في امك ايه يلا؟ انت بتعمل تالت يا.